نقدم لكم اللقاء في برنامج خليجي والنعم. انطلقت طبعا مباريات خليجي 23 على الجانب الايجابي وننطلق منه. يعني في 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 في, في مكاسب من المباراه. نرحب بكابتن عماد الحوسني. شفت الاشادات بشكل كبير صراحه على جميع الاعلاميين والمسؤولين كل حديث في الشارع الرياضي والوسط الرياضي الكويتي حول هذه البطوله. اليوم المنتخب طلع زين، لكن ايضا اتفق مع عماد، مش زين لانه زين، بحاجه الى تجربه، تحط نفسك تحت تجربه حقيقيه. ربما تابعنا هذا لم يؤثر كثيرا في صفوف المنتخب. عيش الله اكبر يا خليج، ضمنا الله اكبر.